خميس، انا عايزه اقول لك على حاجه. قولي. انا اصلي من انت ايه مالك يا رمانه؟ بصراحه كده عايزه امشي. تمشي ليه؟ أمانة سعادتك رمت الكل ورا ظهرها عشان خاطره. الدنيا دي ضيقة قوي، كله منفذ على كله. يا بس تقيدي عشان ما اقولش. ولسه هتبوس اكتر. اللي تؤمر بيه سعادتك تحب ان انا ما احبش. هي هتجيلك وتطلب شغل، ساعتها اطلب اللي انت عايزه. سعادتك ناوي من امتى يا مالت بتتدخل في اللي مالكش فيه؟ آسف سعادتك، نسيت بعد إذنك. ممكن أتكلم مع سعادتك كلمتين؟ اتفضل يا معلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أختي تنحنحي ولا اعملي أي حاجة، كده هقطع الخلف. خطر. وانت مالك؟ ولا من امتى بيهمك ان انا زعلانه ولا مش زعلانه؟ يا اختي ما تفكرنيش بالحيزبونه اللي جوه دي، كفايه. يا بت ما حصلش حاجه. في ايه؟ ما انا جوزي دخل عليكي بالغلط، عملت المناظر الوسخه اللي عملتوها لي دي. خلاص اتبطيتي، انزلي بقى من على وداني. عايز تتكلمي معايا في ايه؟ طب تعالي نخش اوضتي احسن، البيت ده مليان ودان. هلا يا خال، تحب تمشي انت كمان؟ وانا عاد ليا راي في حاجه؟ الله الله الله، ايه الغمان اللي مغمقوا علينا ده؟ دي حفله. بقول لك ايه؟ ما تقوم تشوف لك حاجه كده تبسط روحك. النبي قول لي عملت ايه مع العمروتي مشوار الشغل بتاعنا؟ كله متظبط. النوح مش ناوي يعدي الليله من غير ما اكسب. سيبه يزيط يا خال ولا حاجه. خميس ما تيجي يا حبيبي نمشي من هنا. ايه مالك يا رمانة؟ ابدا ما فيش يا خال، انا اصلي اتخرقت شويه، حاسه كده ان انا يعني قلبي اتقبض من المكان بصراحه. ومن سمعك والله يا بنتي. ما تهدوا شويه يا اخوانا كده، ايه الغمقان ده؟ اصبروا كده اما يفتح البوفيه ونشوف ايه وناكل لقمه. طب افتح الساعه كام؟ شفت بقى انك مش عايز تمشي. ما تلف سجاره يا خال. ماشي خلاص، ما دام الدكتور قال لك تسيبك من موضوع الخلفه سيبك منه وركزي معاه شويه، يمكن يجي اليوم كده اللي يطلع لك صوت وتنطقي. يا اختي وهو الخلفه اللي هتمنعه من الجواز يا خايبه؟ خايفه موليه الحربايه اللي بره؟ مخافيش، دي حربايه عايزه تكوش على الدنيا واللي فيها. عايزه تجوز ابنها وتبسط ابنها وتخلف لابنها واحنا نقعد نتشل هنا. ان شاء الله هتتصالح على عزرائيل وياخدها مننا ونخلص. يا بنت هو انت عفشه قوي في موضوع الخلفه ده؟ لا، كلام الدكاترة يا خايبة بيجيب ورا، كلهم بيجيبوا ورا. بس أنا عندي فكرة غير موضوع الدكاترة. أنت هتقولي لهم إنك عايزة تروحي بكرة الصبح للدكتور وقال إيه عايزة تاخديني معاكي. طبعا هما هيستغربوا، عارفين إنك بتكرهيني وما بتطقنيش وتتمني لي. لا انا اقول انت ما تعملي ليش كده. وبعدين لما انا هسمع منهم هقوم قافشه في الكلمه وقال ايه بحبك وعايزه اروح معاكي للدكتور واطمن عليك. هيقوموا برضو يستغربوا، عارفين ان انا ما بطقكيش والحاجات الحلوه اللي احنا مخبيينها لبعض دي. الا ما تقوليليش
انت مالك رايحه فين؟ هوديكي في حته هيخلوكي فيها حبله بين يوم وليله. بس بقول لك ايه، تعملي حسابك كده في كام الف جنيه عشان في شويه حبايب لازم يترش عليهم. انت مالك؟ بكره هتعرفي، ويا خبر النهارده بفلوس. بكره الصبح هيبقى ببلاش. خدي خدي، طهري جوفك. جدع يا وزة. يعني ايه؟ يعني ايه تسافر من غير ما تقولي؟ انا عامله حسابي ان انت تكون معايا الليله. تصدق يا لؤي، انت عليك حركات مستفزه يا ابني. ما تخافش، ابويا طمني وقال لي ان هو حل كل حاجه. اقفل. سلام. براء النوح. ده شيء يسعدني يا معلم. انت راجل اللي يناسبك يتشرف بيك، وابنك زينة الشباب. يعني يقرا الفاتحة يا باشا. للأسف انت جيت متأخر شوية يا معلم. فريدة مخطوبة. مخطوبة؟ مخطوبة لمين يا باشا؟ سامي يا حاجة. ايه ده كله يا خميس؟ تمن البضاعة الطاق تلاتة. بس البضاعة لسه ما اتصرفتش، وانت يا دوبك لسه مستلمها. انا اتفقت على تمن البضاعة وبعتها قبل ما استلمها، وخدت تمنها بالكامل، مش نص بقى ولا ربع. لا، وهو ده النظام الجديد، مكسب قبل خسارة. يعني ايه؟ مانيش فاهمة. يعني اللي عايز يشيل يشيل معانا المخاطرة ويخش بقلب جامد، واحنا ونصيبنا، انما هيدفع سعر اقل من اي حد. انما اللي عايز يصبر بقى لحد ما البضاعه تخش السوق وتتصبر وتبقى في الامان براحته برضه، انما هيدفع دوبل دول. وانا لقيت اللي يشيل معانا، وادينا كسبنا وفلوسنا في حضننا. عشان كده لعبتها هزار مع النوح، عايز تغلوش على البضاعه المتباعه. لكن علمت عليه صحيح، ابن ضاويه يا واد. كده بقى احنا هنقول للشعبي باي باي. باي باي. ونخش السوق ونرجع امجاد مزاج الخير. اوعى. يا واد. بسم الله يا رمان. بالهنا والشف. شلبي امرني حاجه ساعه للنجمه بسرعه. اعتبره حصل يا برنس. يلا يا بنات، يلا بروفا مع بوسي على الاستيج، علشان انتوا كلكم في الرقصه بتحدفوا شمال. اظن كده احنا خالصين. انت كنت ضيف عندي في بيتي، وانا دلوقتي ضيف عندك في محلي. بس انا اكرم منك، ومش هقفل في وشك الباب. الباب اتقفل وصورتي اتشالت يا مالت. انا ماليش في الغصب، وانت اللي اخترت. القصد انا جاي اسالك سؤال واحد قبل ما تسألي وتقولي أي حاجة. اشبكي إيدي في إيدك كده وشبكة العشرة الكرام دول، ومليك عليا حلفان. أنا زعلان منك. مش هنعيد ونزيد، أنا ما بقتش أكل من الكلام ده. اسمع بس اللي أنا جاي أقولهولك. أموري. الباشا قال لخميس إيه؟
الحاجة الساقعة اللي متكتكة، حصلت لنا البركة. بالريق يا نجم. ينفع كده؟ احنا حاسين ان احنا في دار مسنين. كلكم بتهدفوا شمال، الناس اللي قاعدة على اليمين تعمل ايه؟ يروحوا؟ يا ماما الإيقاع، تناغم وتناسق مع بعض. بنقول ما بين نارين، لو نار واحدة نخليها ناحية الشمال، نارين يبقى شمال ويمين. من هنا من هنا كل الحاجات دي تتشد وتترفع. محل أكل عيش شلبي، أمرني اظبط لي الزوايا، باب بين نارين يتذاكر كويس. حاضر حاضر من عيني. يا نعم يا حاج، شربية بتقول إنك عايزين. قالوا لي إنك هتاخدي كرامة للدكتور. غلبانة، حاسبها يعني تروح للدكتور لوحدها؟ ومن امتى ينبوع الحنان ده يا شو؟ يا خرشي يا حجه، اقرب مش عاجب، ابعد تقولي عليا بالرويه. يا رب اعمل ايه يا رب بس عشان اخليها ترضى عني؟ ماشي يا شو، روحوا بس ما تعوقوش. من عيني شو. نعم. خدي بالك من البيت. خلاص مش قادره، دماغها تنفجر من كتر القرايه. الالم بيزيد في كتفي وفي ظهري ومفيش مسكن نافع. مالك يا بنتي تعبانه؟ هروح عند اهلك الدكتور وهخلي الممرضه تجيب لك مسكن. مسكن ايه ده؟ انا هديكي اللي يخليكي حديد. يا ريت، لحسن انا هموت وانام والوجع ما بينيمنيش طول الليل. طب استني بس من الاقفال كويس. ليه؟ احتياطات امنيه. وانتي ناويه تديني ايه؟ مسكن والله. منى انا مش مرتاحه له. يا بنتي مسكن والله، بس عشان هو رخيص وجامد منعينه عننا. خدي انت كفايه عليكي نص حبات بسرعه شويه قبل ما حد يشوفنا. اسمه ايه ده؟ ترامادول؟ اه. ماليش، مرضيش يريحني. غريبة اللي انا شفت في ايديها، يعني لا دبلة ولا حزنون. وبعدين ازاي خطيبها يا حاج يسيبها في سهرة زي دي؟ خلصت الشاي يا معلم؟ اه تسلم ايديك. شيليه بالهنا والشفا. انا بقول يعني ازاي خطيبها يسيبها في سهره زي دي تترقص مع كل واحد شويه؟ يا عم اقعد بقى يا عم. بظبط لك الحجر يا حاج. هو شغلك انت؟ اقعد. وادي الحجر. بنت يا سوريا. نعم. ما تيجي يا بنت تظبط الحجر يا بنت. من عيني. بس البنت يا حاج لوز اللوز. ايوه. تفاحه مقشره. هتقول لي انا قصدي على فريده، فريده بنت العمروتي. ما انا عارف يا عم انها فريده، فريده بنت العمروتي عارف. البنت دماغها عاليه يا حاج. ايوه تغيبه قراري. هي عاليه قوي قوي قوي، بس يعني لما انت واد جامد قوي وقاري دماغها مش قادر تميلها بكلمتين وتجيبها على سنها. مش سهل، صعبه قوي. البنت دي بسبع ارواح ضربت مني السيجاره وقامت هاتك يا راس لغايه ما هدت حيل امي. انا حاسس ان الراجل ده بيلاعبني، بيرقصني عشان ياخدني مقص على سهله. حلاوتك يا معلمه في جوبي مش شربيني، ده اللي هيفصلني من السيجارتين اللي مصطبح بيهم. مش بقول لك انك هتفضل طول عمرك حمار؟ حمار حمار، سيبني اقوم بقى عشان عندي مصلحه. خليك مرزوع لغايه ما تشوف لنا صرفه. صرفه في ايه يا حاج؟ انت مش قلت انها خارج بيت؟ اه انا خايف يكون بيتفكر في اللي في بالي. بالك؟ هو ايه اللي في بالك يا معلمه؟ ما تيجي يا بنت يا سوري اظبط الحجر يا بنت. ما هو عندك يا معلم. الله. اه الحجر عندي صح. اه سلامة الشوفة يا معلمه. سمعتي ايه؟ انتي على طول كده ملبشه جدتي يا ست مطر، ما لحقتش اسمع حاجه. يوم ولا حاجه ولا طردتش كلام ولا اي كلمه؟ لا بس شكلي كده المعلم نوح منمر على حاجه.
بس لسه تايهه منه. بصي براء في دنيا تانية طبعا بعد الاستباحه كان محتيط. حاجة ايدي اللي منمر عليها يكونش ناوي يجوزه صحيح؟ مش عارفه بس وانا ماشيه سمعت كلمه مخطوبه خفت اقف لحد ما انا يشخط فيا. مخطوبه؟ هي مين دي اللي مخطوبه؟ والنبي ما اعرف هو ده اللي سمعته. امال انت تعرفي ايه؟ طولي طولي برجة تكنيله وانت مالكيش لازمه. كل ده مالكيش لازمه. طيب وناش عرفني وانا مغسل وده من جنة؟ امال ليه قلتلي ان الجوازة الف بعد الشر مش حتم؟ احساسي ماي فيلينج. هتحاسبيني على الفيلينج يا رمانة؟ يا اخويا ما تعيش عيشة اهلك وتتكلم عدل. انا مش فاهمة حاجة. بقولك ايه، خميس لو عرف اياته حاجة هقوله ان انت اللي غصبتني. مين قال غصب؟ انا قلت غصب؟ هو قال غصب؟ انت قلت غصب؟ يا ماما شغلانتنا دي ما فيهاش غصب. هز الوزن لازم يكون بالكيف، وهي دي عيشه اهلي. مالكش فيه، سيبني في حالي بقى ابوس ايدك. نفسي اعرف انت عامله حساب لافندينا قوي كده ليه؟ هو يعني ما يعرفش بلاوي الكار وعيله بالليل، ولا يكونش خدك من على سجاده صلاه وانا ما اعرفش؟ اشربي اشربي يا نجمه. يعني انتوا مش ناويين تجيبوها البر؟ ما احنا كنا على البر، وانت اللي مديت رجلك في قلب الغريق. وانا عملت ايه؟ جيت عايم لحد عندك ومعايا القشاية، لكن انت اتكبرتي ونفسيتك عليت ورفضت القشاية. ما تورق يا اخويا وتعمل لك قفلة. جرى ايه؟ هو الكار ما فيهوش غيري ولا ايه؟ ما انت كبرت صورة صاحبتك وحطيتها على الواجهة، وكل شله يشبهله طلعنا انا بقى من نفوخك. بكيفي مش بكيفك يا برنسيسة. هابي درينك. هابي فالنتاين. دي مشي يا بنت، بلاش تبقي عامله زي الحرامي لهبل. عيب كده احنا في الشارع، الناس عماله تبص علينا. انت مالك رايحين فين؟ هو انت مش ماشيه معايا؟ امشي ورايا وخلاص. يو يا بنت خايفه من ايه؟ هو انا خطفاكي؟ هو انت مش عايزه تجيبي عيال علشان تربطي الولايه اللي قاعده لك في البيت دي؟ خلاص انا مودياكي الوحده. خلاص تقول هتخليكي تجيبي عيال للصبح، بس لازم تقولي ان شاء الله. إن شاء الله. يلا بينا. نوفل نوفل. أيوة يا أستاذ، الجورنان والسندوتشات. قول لي شايف البيت ده؟ أه ماله؟ تعرف حد ساكن فيه؟ هنسيب شغلنا بقى ونتجسس على الخلق. ما تبطل رغي ورد على قد السؤال. أه أعرف اللي فيه شقة شقة. بقى شقة فول واللي عندي فيه شقة شقة. أول ما شفتها طالعة هي ومرات خاله العايقة دي عند الست بتاعت الدجل والشعوذة وبسم الله الرحمن الرحيم، جيت جري عشان أبلغك. أنت متأكد زياد إنها مرات أفندينا؟ يعني قطرتهم من تحت البيت لحد ما طلعوا عند الولاية دي؟ أيوة يا ست مطرة، مراته ومرات خاله. أيوة هما الاتنين شكلهم كده ولا مؤاخذة بعافية حبتين وطالعين يفكوا عن نفسهم. اسمع ياض، تعرف تجيب لي قرار الولاية دي؟ طبعا نجيب قرارها، هي كيميا يعني. انت قلت لي اسمها ايه؟ حنتومة. عن ايه؟ حنتومة. طب وانتو رنتا؟ ماشي حنتومة. يا حلوة قوي. ومن ساعتها يا بنت يابيسه مش قادره اتلم على نفسي وما دقتش طعم النوم، مش عارفه اعمل ايه واسوي ايه. انت المره اللي فاتت برضو يا ابله كنت مرعوبه كده، لا افنجينا يعرف والحمد لله ما حصلش. المره اللي فاتت كوم والمره دي كوم تاني خالص. الاثنين يعرفوا بعض كويس، يعني خميس هيعرف هيعرف، وبدل ما بيحضر لي فرحي هيحضر لي كفن. والنبي يا ابله انا حاسه ان انت بتهولي الامور، والعمروتي ده ايه مصلحته في كل ده؟ ده راجل صاحب مزاج، لا ليه في الوش ولا في اللبش، ولو كان عايز يخربها عليكي كان خربها يوم الحفله. المالت مفيش اوسخ منه، وعشان يشغلني لحسابه ممكن يعمل اي حاجه. وانت ليه يا اختي ما قلتيش لافنجينا بدل ما تروحي للمالت يبيع ويشتري فيكي ابن الدايخه ده؟ استحاله يا بت، خميس ده لو عارف انا ممكن اموت نفسي. اصل انت مش عارفه اللي بيني وبينه، افنجينا ده دنيتي اللي انا متشعلقه بيها وقافشه في دلها العمر كله. انت بتتكلم عن مين بالظبط؟ خميس ابو سنه اللي عرفتك عليه. افتكرته بس ما ركزتش معاه. ماله بقى؟ ايه رايك فيه؟ وانا اعرفه منين عشان اقول لك رايي فيه؟
انا بقالي ساعه بكلمك عنه. بس ده كان في واحده في الحفله لازقه فيه، يعني ما كانش مركز مع حد غيرها. الله، ما انت مركزه، هو عارفه كل حاجه. انت عايز ايه بالظبط يا عمروتي؟ في دماغي مشروع، بروجكت، مصلحه. مشروع جواز تاني؟ يا حبيبتي اي جواز بيبقى مشروع. مش عايزك تفكري في الجواز بطريقه رومانسيه وتقليديه، اثبت لك ان الجواز مشروع. لو مفيش جواز، بتوع فساتين الفرح والبدل والبابيونات هيبيعوا لمين؟ بتوع العفش هيبيعوا لمين؟ بتوع الشقق والكومباوندز هيبيعوا لمين؟ بس بس بس. لا مش بس، لان بعد كده بيخلفوا، فبتوع البزازات بيبيعوا لهم، وبتوع لبن الاطفال بيبيعوا لهم، وبتوع لعب الاطفال بيبيعوا لهم. ده المشروع الوحيد اللي حلال، لا غبار عليه. طول عمرك عندك رد يا عمروتي. شكل الحكايه لعبت في دماغك يا ست المطر. من غير لت وعجن جاوبي على السؤال. يا اختي براحة عليا شويه، انا باخد ودي معاكي في الكلام. يا اختي لا تاخدي ولا تدي. قوليلي الولايه اللي بتحكي عنها دي تعرفيها منين؟ انا الصراحه يعني ما اعرفهاش، بس في واحده حكت لي عليها قبل ما اجي اشتغل عندكم. يا بنت انطقي يا بنت اسمها ايه؟ والنبي ما اعرف اسمها ايه، بس انا يعني ممكن اتقص لك واجي اقول لك. ماشي اتقصي، اعرفي اسمها ايه وساكنه فين. مش بقولك الحكايه عجبتك ولعبت في نافوخك؟ خرب بيت دور خالتي اللتاته اللي انت عايشه فيه ده. يلا بنت امشي روحي شوفي شغل. يوه، وانا بعمل كل ده ليه؟ مش عشان خاطر مصلحتك؟ انا عايزه اريحك. اه يا سفله يا واطيه، امشي يا بنت غوري. ام سفله ايه؟ وفي احلى منها. شكلها قربت قوي وهيحصل. انت جيتي؟ كنت لسه هكلمك. واقفه بقيت مستنيه من بدري. طب يلا. جاهز؟ اه، اركني عربيتك دي في اي حته وتعالي اركبي معايا. لا استنى، العيال قاعدين على النار ما تبعدش بيا، وبعدين انا خلاص دماغي فصلت. ما تخافيش، يكون في معلومك. انا بقالي سنين ما عملتش الحكايه دي. ايه دي؟ ان يعني قديل لحد. بس يلا، كل يهون عشان خاطر عيونك انت قمر. فاكس قوي يا معلم براء الجو ده. معلم ايه؟ بياقة. بياقة؟ عسل قوي بياقة دي. طب حس كده بقى. يا يا كبي. يلا. ياي. خش يا حبيبتي. اوعي تقعي مني هنا كمان. احنا كنا فين؟ احنا كنا عند الدكتور. اوعي تنسي. خير؟ مالها ست كرامة كفر لها الشر؟ مالها يا ولية؟ ما هي كويسة اهي. وقعت مني في الشارع واحنا رايحين للدكتور، اداها حقنه وقال انها لازم ترتاح شويه. كل ده عند الدكتور؟ ايه، ما هي لما وقعت عند الدكتور اضطر يحط لها جلوكوز. جلو ايه؟ جلوكوز. طب والختمه الشريفه ان هو ده اللي حصل بالظبط؟ وقال لكم ايه الدكتور بقى من الصبح لغايه بالليل؟ قال ان هي لازم ترتاح شويه وتاخد الدواء وقرط على انها ترتاح. طب يا اختي خديها الأوضة عشان ترتاح. حاضر. إيدك معايا يلا يا شربية. يا عيني على اللي نابك. يا عيني على اللي نابك. هاتي إيدك يا حبيبتي. يا لهوي، ده جدتها متلجة. وطي صوتك، أنت عايزاها تفتح لنا المحكمة هنا؟ وطي صوتها، هي معقولة تكون واحد من نفسها كده؟ أنت مال أهلك؟ يعني إيه مال أهلي؟ هي متلزقة يعني؟ خشي. خش، دخلت أهو. مصر يعني تعزمني على واحد كوكتيل شعبي من بتوعك برضه؟ مش مريحني انت النهارده يا باشا.
قال له ليه؟ مش دي الخلطة بتاعتك؟ واحد كوكتيل شعبي على حجرين وبعدين تيجي أم سامية تروق الأنانك. الخلطة اللي أنا عملتها هي اللي أنا علمتها لك دي. اضرب يا باشا اضرب وعيني. على فكرة أنا في كل ده لقيت حاجة تخصك. إيه يا باشا اللي يخصني؟ في أوضة شبه الأوض اللي عند أم سامية، وسرير يشبه السراير اللي هناك، وليلة تشبه الليلة دي، رمانة خانتك يا خميس. كلام يا باشا اللي انت بتقوله ده. خانتك معايا. معاك يعني ايه؟ بس هي ما كنتش اعرفك، هي اللي كانت تعرفك. بس بعد معرفتك ما يصحش ما اقولكش، وخصوصا لما جالي خبر ان انت عايز تتجوزها. تتجوزها ليه لما هي من ابو بلاش؟ مالك يا أبلة في إيه؟ نفسي هفتني على الرمان، قلت أفرط لحبيتين، بلاش. البت دي خدتك وروحتوا على فين؟ ما تكدبيش عليا، وما تقوليليش عند الدكتور. انطقي، روحتوا فين؟ زار عند حنتومة. يا سلام، ومن امتى هي عايزة مصلحتك؟ ومن امتى بتحبك الحب ده كله؟ وانت ما قلتليش ليه قبل ما تروحي مكان زي ده؟ هي فهمتك كده؟ فهمتك انه هيتجوز عليكي عشان كده خدتك في مكان زي ده؟ انا قلتلك كده علشان مصلحتك، مش عشان تروحي مكان زي ده. قلتلك كده علشان تخلفي حته عيل يشيل اسمه، واذا كان الزار بيجيب فايده كنت جبتلك الزار لغايه هنا، مش عشان تخرجي بره وتلطينا واحنا لسه بنقول يا هادي في اكل عيشنا. خمدي دلوقتي، ولما يجي جوز التانية أنا ليا كلام معاه. افتحي الباب. اللي انت بتهببه ده هتدخلك في مشاكل كتير. وليه بقى الجو الغميق ده؟ ده انا حتى قلت اجي افتح معاكي سكه جديده. ما تاخذنيش يا مزه، اصلا انا عارف ان انا سابق عندك، عشان كده لو كنت اخترت اي سكه ما كنتش هتفتحي لي باب. انا المره اللي فاتت ما قلتش لخميس. ولا هتقولي المره دي كمان. انت عايز مني يا براء؟ قولنا جايين نفتح صفحه جديده. اقعدي يا بت اقعدي.
تاخدنيش يا رمانة معلش. أصل أنا لما بشرب الهباب ده ما بشوفش قدامي، بتعمي، بضبش زي ما بيقولوا. بص يا براءة، أنا سكتك ماليش فيها، سيبني في حالي. اشمعنى قفشة في دي الخميس؟ خميس؟ أيوه خميس، أفندينا. حلوة السكة بتاعته؟ عجباك يا هاوي؟ يكون في علمك أفندينا خلاص راح، زمن ولا اللي جاي بتاع براءة، براءة النوح، قبض الروح. بس أنا جايلك النهاردة عشان أفتح معاكي سكة جديدة، هحط إيدي في إيدك يا رمانة وهفتح لك طاقة القدر اللي لو طلتي منها هتشمي هوا الدنيا كله. أما بقى لو سدتيها في وشي هتعيشي عمرك كله في أوضة ضلمة معفنة لغاية ما تفتصي وريحتك تطلع. انجز يا براءة، هات من الآخر، أنت عايز إيه؟ أهو كده الكلام يا حلاوة. شوفي يا بنت الناس، في مصلحة بينا هنقسمها مع بعضينا. أنت هتجيب لي أخبار خميس أول بأول، وأنا هديكي 10 أضعاف اللي بتاخدي من شغلك من غير ما إيدي تلمسك ولا عين تعريكي. شفتي بقى براءة؟ براءة إزاي؟ أنت بتحلم يا براءة، مش هيحصل. قشطة، نكملها أحلام لغاية ما تقلب عليك الكوابيس. حلو؟ أنت عايز إيه بس؟ أنا معرفش أيتها حاجة. عارفة كتير وهتعرفي اللي أكتر. طب ما أنت دلوقتي كبير السوق، عايز إيه تاني؟ أنا هستناكي تيجي تبخلي البقين اللي أنا عايزهم منك، وعلى قد اللي هتقوليه هتاخدي اللي تستاهليه. على فكرة براءة بيعرض العرض مرة واحدة بس، مرة واحدة، والعرض التاني بنقفل، بنشطب الأوكازيون وبيظهر وش تاني البراءة. أنا بقى مش عايزك تشوفيه. سلام يا مزة. لا جرجروني غاز. الله يخرب بيتك، يخرب بيتك يا بيزا. ايه ده يا ابلة؟ يكونوا رجعوا تاني؟ اوعي تفتح. براءة ابن النوح كان بيعمل ايه هنا؟ جرى ايه يا خميس؟ انت بتشك فيا على اخر الزمن؟ وانت بتعملي معايا انا كده؟ اسمعني بس يا خميس. سامي تعرف المقوله دي بتاعت مين؟ بتاعت مين دي؟ اهدى يا خميس وانا هفهمك على كل حاجه. هي تتخبي فيها؟ عامله حسابك على كل حاجه؟ انت فاكراني ايه يا بنت؟ انا خميس افندينا، مش انا اللي اتضحك عليا. رجاله مش انا بنات اتدفنوا في مكانهم قبل ما يفكروا يعملوها. يا خميس ارحمني، انت بتعمل فيا كده ليه؟ اكيد حد من الاوساخ لعب في دماغك وفهمك حاجه. انا والله والمصحف ما عملت حاجه. والعمود
واللي بينكم ده كان ايه؟ العمروتي الزبالة ولاد الكلب بيوقعوا بينا. الزبالة ولاد الكلب. يا بنت فاكرين عيل بريالة؟ مش انا اللي على اخر الزمن حريمي يطلطوا اللقطة دي، ولا واحدة زيك انت تضحك عليا. انت لو كنت اتجوزتني ولبتني في بيت ما كانش ده بقى حالي، انما انت سبتني غرقانه في وحل البرك ما فكرتش تشيلي منه، جاي دلوقتي تلوم عليا انا؟ ما تلومش على